إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل الذهب اليوم. نحن اليوم 23 يوليوز 2021، وسأقوم بتحليل الذهب بالتفصيل. ولكن قبل البدء، لا تنسوا الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، سأضع لكم الرابط أسفل في الوصف وفي التعليقات. به نضع كل المعلومات المتعلقة بدوراتنا التدريبية، بالعروض، بآراء المستفيدين من دوراتنا التدريبية. أصدقائي، نضع كذلك الفيديوهات التي نضع في اليوتيوب حتى تكونوا على علم بموعد وضعها. لا تنسوا أن تحملوا كتاب الدليل الأساسي للشموع اليابانية مجانا، فقط تضغط على يبدأ مجانا، تضع إيميلك الخاص ويصلك الكتاب إلى إيميلك الخاص. الذهب اليوم كما قلت، نحن اليوم 23 يوليوز 2021. إذن الذهب، إذا ذهبت إلى فريم اليومي، أريد أن أرى آخر موجتين دافعتين. لاحظوا هاتي أول موجة، هذا نطاق، لنغير اللون، نضعه بلون يكون واضح. هذه أول موجة دافعة، هذا نطاق، دخل البيج بوي هنا، وهاتي ثاني موجة دافعة. لاحظوا هاتي الموجة الدافعة مع هاتي الموجة الدافعة، هناك تزايد في زخم هاتي الموجة بالمقارنة مع هاتي الموجة، مما يعني أن هذا البيج بوي قوي جدا، لا زال موجود وقد يستيقظ في أي لحظة. هل استيقظ هنا؟ لا. لماذا لم يستيقظ؟ لأنه لم يكن لدينا نطاق، لم يعطيني نطاق، بالتالي هذا لا يمكن أن يكون هو قاع الذهب. ضروري ومؤكد أن هناك نزول للذهب لكسر هذا القاع، وعندما يعطيني نطاق سأقول أوكي، هذا البيج بوي الذي دخل هنا ربما هذا السعر يناسبه، ربما قد استيقظ، وهنا سأبحث عن ماذا؟ عن الشراء على المدى الطويل لكسر هذه القمة، على الأقل يعني منطقة 2080 دولار. طيب الآن، بما أنه هاتين هذا هو الاتجاه، الاتجاه هو اتجاه صاعد، متى أبحث عن الدخول في صفقة شراء؟ أبحث عن الدخول في صفقة شراء عندما يظهر لي بائعون. ماذا أقصد بالبائعين؟ عندما يتم تغيير فكرة الشراء، الإخوة الذين اشتروا هنا وهنا وهنا وهنا، لأننا نشتري متأخرين مع الأسف، عندما يبدأون بتغيير نظرتهم للسوق، عوض أن يروا أن الاتجاه صاعد يبدأون يروا أن الاتجاه هابط. لدينا قاع أسفل من قاع وقمة أسفل من قمة، قاع أسفل من قاع وقمة أسفل من قمة. هنا نبدأ نقول كي الاتجاه هابط، سنغير وجهة نظرنا من البدء بالبحث عن الشراء، وننسى أن القوة موجودة هنا، هنا في هذه المنطقة، إلى البحث عن ماذا؟ عن البيع. أنا أعطيكم كذلك تحليل نفسية المتداولين. هل عندما تم كسر هذا القاع كان هناك تغيير في للمشترين، عوض أن يقوموا بالشراء بدأوا يبحثون عن، أو أن يقوموا بالشراء نعم بدأوا يبحثوا عن البيع؟ لا. هذا الصعود ما هو إلا أمل. هذا النزول القوي ما الذي سيقع فيه؟ سيتم ضربه ماذا؟ ستوبات، سيتم ضرب وقف الخسارة، وقف الخسارة سيكون هنا. طيب الآن عندما يتم كسر هذا القاع، هنا الكل سيبدأ بالنظر إلى هذا كاتجاه هابط، والكل سيبدأ بالبحث عن البيع. هنا عندما يبدأ الكل بالبحث عن البيع، هنا أنا سأبدأ بالبحث عن ماذا؟ عن الشراء. طيب بما أنني أعرف أن هذا ليس هو القاع لأنه ليس به نطاق، فأنا أعرف كذلك أن هناك رجوع للذهب إلى نحو الأسفل. طيب إذا ذهبت إلى فريم 4 ساعات، هل لدي فرصة للبيع؟ لاحظوا معي جيدا، هل لدي فرصة للبيع؟ لاحظوا ماذا قلنا؟ قلنا أنه لدي هاتي الموجة، ثم لدي هذا النطاق، ثم هاتي الموجة القوية. لاحظوا قلت لا أريد أن أبيع هذا الكسر، لا أريد أن أبيعه، أريد أن أنتظر ظهور مشترين، وبعد ذلك أبحث عن ماذا؟ عن البيع. أريد ظهور مشترين، ثم بعد ذلك أبحث عن البيع، يعني قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع قبل البحث عن البيع. جميل جدا. طيب الآن أول فرصة كان يجب استغلالها أصدقائي للبيع الذهب، أول فرصة، لاحظوا هذا النطاق الرائع الجميل، تلاحظون أول فرصة كان يجب الدخول فيها هي هذه المنطقة هنا، البيج بوي دخل، كان يجب الدخول معه، هذه أول فرصة. والآن إذا دخلت هنا وإذا كنت استفدت، عليك ماذا؟ تحويل وقف الخسارة إلى منطقة الدخول، لأن هذا النزول ليس قويا، هذا يعني أن هذا النزول تصحيحي، هناك احتمال كبير أن ينزل كذلك بعض الشيء، ولكن هناك احتمال كبير أن يعود لكسر القمة ثم ينزل بعد ذلك، لذلك تحويل وقف الخسارة إلى منطقة الدخول. أوكي، هذا من جهة. طيب الآن هل لدي فرصة حاليا؟
ليست لدي فرصة للبيع، الفرصة الوحيدة التي كانت هي في هذه المنطقة أو عند هذا البول باك. طيب الآن أتوقع أن يتم كسر هذا القاع وأن يتم كسر هذا القاع كذلك هنا. أوكي، إذن لنفترض أنه جالس على هذه المنطقة ثم عاد إلى هنا، هذا أفضل بالنسبة لي لأنه ستصبح لدي قمة ثم قمة ثم هنا قاع قاع ثم قاع ويصعد السعر قمة، هذا اتجاه صاعد، الكل سيبحث عن الشراء هنا إذا أعطاني نقص في زخم هذه الموجة زائد نطاق مثل هذا النطاق أبحث عن البيع مرة أخرى. لكن الآن ليست لدي فرصة، الفرصة راحت متى؟ عندما تم إعطائي هذا النطاق هنا. تلاحظون هذه الحرب الدائرة بين المشتري والبائعين على فريم الساعة هنا، دائرة بين المشترين والبائعين هنا، لاحظوا هذا النزول القوي، هذا الكسر القوي، تلاحظون كان يمكن الدخول هنا، كان يمكن الدخول مع هذا البول باك هنا كذلك، والآن أنت في منطقة، يعني إذا دخلت هنا فأنت رابح، عليك تحويل وقف الخسارة إلى هذه المنطقة الآن لأنه لا تعرف، لأن هذا النزول ليس نزولا قويا، يفترض إذا دخل البيج بوي أن ينزل السعر بقوة، لا يفترض أن يقوم بهذه التصحيحات. أوكي، بالتالي قد ينزل أكثر وأكثر وأكثر، ولكن ربما يكون هذا النزول فقط إلى هنا ثم يصعد لمرة أخيرة وهنا تبحث عن البيع مرة أخرى، لأننا الذهاب نبحث عن البيع. لماذا؟ لأنني أرى أن هناك احتمال أن يتم كسر هذا القاع لأنه ليس هناك نطاق هنا على فريم الأربع ساعات واليومي، مما يعني أن هذا ليس هو القاع، هناك احتمال كبير أن يعود السعر هنا ويكون هنا ذلك القاع الذي نبحث عليه. إذن كما تلاحظون هذا هو تحليلي للذهب حاليا، أتوقع النزول للذهب لكسر هذا القاع على الأقل، هل سيحدث ذلك الآن أم خلال الأيام؟ الله أعلم، ولكن هذا هو توقعي حاليا. إذا كان هناك تغير في البنية سأوافيكم أصدقائي بالمعلومات. من أراد الاشتراك معنا في دوراتنا التدريبية ما عليه إلا التحدث معي مباشرة على هذا الرابط في التليجرام، هذا هو رابطي الخاص، أرجوكم يعني حتى لا يتم النصب عليكم تحدثوا معي واطلبوا مني رسالة صوتية أصدقائي، رسالة صوتية حتى لا يتم ماذا النصب عليكم، لأنني لاحظت وجود قنوات تضع هذا الرابط كرابط لها وأنا أريد أن أتجنب كل ما له علاقة بالنصب عليكم أصدقائي، نحن عائلة واحدة، عائلة العلم على الكذب، ولا نريد النصب على أحد، نحن نعطي دورة تدريبية واضحة ملموسة ليس بها أي غبار، فانتبهوا أصدقائي وعندما تتحدثوا معي اطلبوا مني رسالة صوتية حتى تتأكدوا هل فعلا تتحدث مع صاحب قناة العلم العفو الكذب أم لا. أوكي أصدقائي، من أراد استشارة كذلك حجز موعد ساعة أو نصف ساعة مع لي اتصل عبر هذا الرابط كذلك، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة العلم العفو الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، يعطيك ألف عافية أخي وسام، أنا حابب تشكرك كتير على دورة التحليل الموجي، بالحقيقة هي دورة كتير مفيدة وكتير مهمة، وأي واحد بيشتغل بعالم الفوركس أو البورصات بشكل عام لازم يطلع عليها. الحقيقة أنا لسه خلصت منها بس أول 6 دروس، بس فعلا كان فيها مع كم معلومات كبير ومشروح بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة للجميع، فشكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.